نحن هلا واصلين على مخيم دبي نعمل اول سيشن اللي عنا اياها مع الشبيبه اللي اعمارهم بين 12 و18 سنه. ورح نعطيهم كم يوم؟ رح نعطيهم 6 سيشنز كل مره 3 ساعات عبالنا نتعرف على الشباب ونشوفهم ونعيش معهم هيدا الوقت. اول جلسه لنا مع الفيان والرجال، واليوم حيكون عندنا تاني جلسه. اشتغل بقطاع وهلا شوي تاني رح نفوت انا وياكم على هي القاعه. هلا رح نلتقى انا وهبة مع شباب من فريق الشباب برج حمود. هن فريق مع بعضهم بيلعبوا دايما فوتبول، متحمسين كثير هن يبلشوا ونحن متحمسين كثير نلاقيهم ونتعرف عليهم ونشوف شو رح يطلع معنا سوا. انا وليال عم نشتغل بالحركه الاجتماعيه بسن الفيل مع جروب شباب وصبايا عمرهم بين 12 و14 سنه. هلا بتشوفوا رح نفتح الاوضه وتفوتوا. هون رح نكون على مدى 6 ايام عم نعطي سيشنز من 3 ساعات. سيشنز بتتضمن سوشيال ثيرابي، كلاونينج، اكسبرسيف ارتس ثيرابي واكروباتكس. نحن هلا رايحين على اول جلسه بكلاون مي ان بمشروع كاتش. عندنا 15 يافا. هو مركز تاهيل مهني، تدريب مهني لهدول الشباب. فوكيشنال تريننج. نحن هلا راجعين من أول يوم بورشة المراهقين والمراهقات. يوم جميل جدا كان، الشباب والصبايا كانوا كثير حلوين، انبسطنا كثير معهم.